اليوم بدي احكي عن الفويس ليدنج اللي هو الدرس الثاني عم بيكون. ممكن احط لكم اللينك تبع الدرس الاول هلا تحت. تذكير بسيط، الفويس ليدنج الهدف منه هو الربط بين الكوردز بطريقه لحنيه باقل حركات ممكنه. التمارين اللي اشتغلها اليوم بيستفيدوا منها عازفين البيانو وكل الموسيقيين اللي بيعزفوا على كل الالات، وخاصه الناس اللي بيهتم بموضوع الاوركستريشن وكيف يكتبوا كوردز لكيف يوزعوا الكوردز على الالات، ان كان وتريه ولا نفخيه. راح اشتغل على سي ميجر سكيل، اوكي. راح استعمل الكوردز اللي موجودين جواته. راح الساكل راح اعتمدها هي سايكل اوف فورث up or cycle of fifth بيقولوا down، يعني chords هني عندي ياهن C F B have diminished E minor A minor D minor G C إلى آخره. التمارين تبع اليوم عملهم عازف بيانو كومبوزر من 45 سنة تقريبا اسمه آرت لاندي. طبعا رجعوا تطوروا بعد هيك، أكثر من حدا اشتغل عليهم. وللحقيقة أنا أخذت منهم كم فكرة اللي أنا حسيتهم بيشبهوني، وحبيت أنا حبيت الساوند تبعهم وحبيت أشتغل عليهم. وأنا بفضل كل الموسيقيين يعتمدوا هذا الموضوع، إنه لا تأخذوا بس المعلومات مثل ما هي، لا، خذوا المعلومات والشغلات اللي بتحسوها بتشبهكم أو هذا الصوت اللي أنتوا عم بتدوروا عليه، اشتغلوا عليه، طوروا، ركزوا عليه أكتر. رح بلش. أول شيء هذا هو السي، اول كورد رح ابدا فيه اللي هو سي، رح هو السكند انفيرجن للسي ميجر وهي نقطه البيس. اوكي، بدي انتقل للاف، صار عندي ثيرد هون 1 فيث كمان 1. اوكي، في عندي، فاذا انا عندي السي هون مشتركه بتبقى، بروح للبي هاف ديمينيشد اي ماينر اي ماينر دي minor C G عفوا، نروح لل C ونكمل راح نتعمق أكثر بشو عم بصير وكيف عم بنتقل من كورد لكورد. أول شيء إذا بدي أفكر، هون السوبرانو، هون الالتو، تينور والبيس. أوكي، عم بنتقل هلا من ال C لل F. شو صار؟ أول شيء لو بلاحظ، سوبرانو راح من ال عمل هذا الموفمنت بس، فأنا لاين سوبرانو عندي ماشي 1 4 2 3 4 1 2 3 4 إلى آخره. لاين تبع ال alto ماشي هو هول نوت 1 2 3 4 1 2 3 4، مع بعضهم صاروا 2 3 4 1 2 3 4 إلى آخره. بنروح للتينور كيف عم يمشي، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 إلى آخره. نشوف البيس كيف عم يمشي، عم ينزل ثيرد 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. ناخذ التمرين لمطرح أبعد ونطوره أكثر. نحن شفنا السوبرانو والألتو ماشيين بهي الطريقة، اوكي. السوبرانو عم بيمشي هذا اللاين. طيب اوكي، وقت ما ننتقل من الاف للدي في عندي بيناتهم الاي، فينا نفكر فيها على اساس باسينج تون. باسينج تون اللي هن النوتات اللي فينا نعتمدهم لننتقل من نوتة لنوتة. يعني اذا عندي النوتة الاساسية هي اف والنوتة الهدف تبعي هي دي، في امرق على مي، فهي لا تعتمد، ما فينا نعتبرها هي نوتة أساسية، بيقولوا لها passing tone. اوكي، وهي target tone.
فينا معناته صار اللاين تبع السوبرانو ماشي بهي الطريقة دو دي. إلى آخره. خليني اشتغل نفس الفكر على الصوت الثاني اللي هو الالتو. اوكي، في يفكر بموضوع هو ماشي هول تون كل الوقت، هول نوت عفوا، اربع ازمنه ماشي كل الوقت هيك. ففي اعتمد فكره الساستو انه باخذ نوطه اعلى اللي هي النوطه الثانيه، فبصير 1 2 3 4، صارت هي التارجت نوت. في اخذ النوطه قبلها اللي هي الساستو، بمشي بهي الطريقه مع بعضهم صاروا. اوكي، بنشوف الالتو بخليه مثل ما هو، التنور عفوا بخليه مثل ما هو. النقطة البيس هي ماشية ثيرد كانت بالتمرين اللي قبل، في اعتمد كمان بستعمل الباسينج تون، في استعمل تصير بدل ما اعزف. اوكي، فبدأ تصير لاين هو إذا جمعنا الأربع أصوات مع بعضهم بصير عندي. هذا موفمنت أنا بحسه واو، روعة كيف بنتقل من كورد لكورد. طبعا أكيد في استعمل secondary dominant اللي هن موجودين بالسكيل، بصير الساوند هيك. لازم اشتغل هذا الشيء على 12 keys كلهم، يعني من الاف الى اخره، بي فلات فينجرينج شوي صعب طبعا على البيانو، اي فلات فلات. هلا فينا نطبق هاي الفكره نفسها على على اي ستاندرد فينا نشتغل عليه. توميلز مثلا معروفه عند الكل، اول كورد فيها هو سي ماينر، بعدين اف، اي فلات، اي فلات، اي هاف ديمينيشد، دي، نرجع للجي ماينر. ففينا نعتمد هذا الشيء. الدرس الجاي كمان مرة voice leading بس لمرحلة متطورة أكثر. ضلوا بخير، باي باي.